السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم أخواتي. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نتعلموا درس جديد هو greetings، يعني التحية، التحيات. greeting تحية، greetings تحيات، كيفاش نحيو بعضنا. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا listen اسمع، look شوف، and do the same دير كيما نقولو حنايا، the same كيما هادو، the same with your friend دير كيما صحابك. listen اسمع، look شوف، and do the same with your friend دير كيما صحابك. hello hello مرحبا، هادي قلت لهم goodbye الى اللقاء. شوفوا هنايا الأستاذ لا يكتفي بشرح هذا الدرس بهاتين الكلمتين، أوكي؟ غادي يزيد لكم، أنا غادي نعطيكم بعض التحيات ولا greetings. هاي مرحبا، هلو تاني مرحبا، good morning good morning يعني صباح الخير، good afternoon مساء الخير، good evening يعني العشية كاع، هذه مور الظهر تقول good afternoon، والمساء كاع تقول good evening good evening، كي تجي ترقد تقول good night good night تصبح على خير، كي تجي رايح تقول goodbye إلى اللقاء، ومن بعد تقول thank you شكرا، هو يقولك you are welcome you are welcome على الرحب والسعة، يقول مرحبا بك. هنايا غادي نعطيكم conversation حوار، conversation كيما نقولو حنا باللغة الفرنسية la conversation، conversation between two brothers or two friends، بين زوجتا أصدقاء ولا زوجتا خوت. ولا هنا good morning how are you، صباح الخير how are you كيف حالك، بعد يقول لك I'm fine راني غاية thank you شكرا. تعلموا ديروا توما زوج ولدي ولا بنتي انت وامك، هي تقول لك good morning how are you وانت تقولها I'm fine thank you، هيا ديري conversation بينك وبين ولدك، هيا good morning how are you I'm fine thank you، صباح الخير كيف حالك، انا بصحة جيدة شكرا. روحي ديري conversation دروك، conversation between you and your son ولا your daughter ولدك ولا بنتك، وقولي له hello my name is عمر my name is عمر، هذا عمر راه يهضر يقول hello my name is عمر اسمي عمر، what's your name راه يهضر مع هذيك الكشيره ولا مع داك الكشيره، راه يقول لها كي يسموك what is your name or what's your name، سي انتيا الام الكريمه هضري مع بنتك ولا ولدك ديروا هاد لا كونفرساسيون، اوكي hello my name is عمر what's your name، هي تقول لك I'm ريتاج ولا my name is ريتاج، my name is ما تنساوش الverb to be is ريتاج. نعاود see you تبراكتيسو language hello my name is عمر what's your name I'm ريتاج or my name is ريتاج where are you from من أين أنت؟ Where are you from؟ I'm from
from Algeria. أنا من الجزائر. Where are you from? من أين أنت؟ I'm from Algeria. أنا من الجزائر. زيدوا ديروا conversation واحدة أخرى. هادي بون هادي لا كونفرساسيون تاع الميهنتي ولدك ولا بنتك. هادي تاني لا كونفرساسيون. How are you? I'm fine, thank you. Good morning. How are you? هادي لا كونفرساسيون زوجة سي ديريها انت ولدك ولا بنتك. ديروا هاد لا كونفرساسيون. Hello. How are you? مرحبا. كيف حالك؟ هو يقول لك ولدك ولا بنتك تقول لك I'm fine, thank you. أنا راني غاية شكرا. Nice to meet you. كيما نقولوا حنايا سعيد بلقائك. Glad to meet. Meet يعني كي تلاقيتك. Meet you. Glad to meet you. أنا تاني مسرور وسعيد لرؤيتك. Glad to meet you. See you. خواتاتي ما تتقيدوش غير بالهاد الجريت بس كل أستاذة غادي تزيد لكم في الكلاسة. Nice to meet you. Glad to meet you. Okay. Hello, how are you? مرحبا كيف حالك؟ I'm fine. أنا جيدة. Thank you. شكرا. Nice to meet you. Glad to meet you. هادو إلى بغيتو تزيدو تتعلمو أولادي. Okay. هذا conversation تالتة. Okay. دروك نروحو هنايا قالك read and color. Read and color. Hello and goodbye in your copy book. غادي تقرا وتكولوري تسموه hello في هذا الجهه كاين hello نهودوها غايه وهذا الجهه كاين goodbye. أيا وراهي هلو وراهي جود باي. شوفوا معايا غاية هذه شوالة جود بي هذه فود بي فود باي هذه شوالة كود باي هذه كودو باي وراهي جود باي غادي كولوري وهذه أوكي جود باي هنايا غادي كولوري و هلو كي تكتب H E L L و O H E L L و O okay hello and goodbye. وبهذا نكون قد أنهينا درس تاع greetings or التحية تحية ولا التحيات اللي تعلمناهم هادو بغيتو ديروهم سكرين شوت اور تكتبوهم ولا تتعلموا تقعدوا مع اولادكم تهضروا بيناتكم. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Glad to meet you. Hello, my name is Omar. What's your name? I'm Ritaj. Or my name is Ritaj. Where are you from? I'm from Algeria. ولا good morning. How are you? I'm fine, thank you. You are welcome. على الرحب والسعة تتعلموا تحية كيفاش تحيوا بعضكم كما نقولوا هنايا. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس تاعنا تاع كيف نحيي بعضنا البعض. وربي يحفظكم. وإذا عجبكم الفيديو جام اشتراك. لماش مشترك في القناة ربي يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.